السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي أكاديمية أحمد أبو العلا في كل مكان، ومع الفيديو العاشر وأهم كلمات اللغة الإنجليزية مستعملة في جمل. يلا بينا نبدأ. أول كلمة عندنا النهاردة كلمة challenge. challenge معناها تحدي أو يتحدى. challenge. نشوف الجملة. توم challenged ماري. توم challenged يعني تحدى ماري، اسمها طبعا، يبقى توم تحدى ماري. توم challenged ماري. chance والامريكان بينطقوها مرققة chance، بمعنى فرصة. ولو جه قبلها باي وقلت باي تشانس يبقى بالصدفة، يبقى تشانس فرصة أو صدفة. تشانس. I met him by chance، أو لو هنقولها باللهجة الأمريكية I met him by chance، هيبقى فيها رقة شوي. قابلته. met الماضي من الفعل meet، him ضمير مفعول عائد عليه هو، يبقى قابلته. by chance بالصدفة. I met him by chance. change يغير أو تغيير. change. give me a chance I promise I will change. احنا لسه قايلين هناك chance يعني فرصة. طيب give هنا فعل أمر بمعنى أعطي. give me أعطني اديني. give me a chance اديني فرصة. I promise يعني بوعد. I will أنا سوف change أتغير، يعني اديني فرصة أنا هتغير. give me a chance I promise I will change، أعطني فرصة وأعد بأنني سأتغير. character بمعنى شخصية. character. السي اتش هنا اتنطقت كي، والسي هنا برضو كي. character شخصية. she is a woman of a strong character. she هي is بتكون a woman امرأة. of هنا هنقول that أو be. strong قوي. character شخصية. هي امرأة that شخصية قوية. she هي is بتكون woman امرأة. strong قوي. character شخصية. هي امرأة that شخصية قوية. charge تيجي بمعنى تهمة، يتهم. ولو انت عامل الموبايل بتاعك على اللغة الانجليزية هتلاقيك لما تيجي تشحنه يقول لك charging او charge، يعني يشحن. charge. don't worry I won't press charges. don't worry لا تقلق. don't worry لا تقلق. I won't. won't لن اللي هي اختصار ل will not. I won't أنا لن press charges. التعبير ده press charges يعني يوجه الاتهامات. لا تقلق أنا لن أوجه اتهامات. don't worry I won't press charges. person in charge. person الشخص. in charge دي على بعضها تعبير معناه الشخص المسؤول، معناه الشخص الايه المسؤول. يبقى person in charge يعني المسؤول. I'm in charge. I'm in charge. I انا am يكون in charge يعني انا المسؤول، انا المسؤول هنا او في المكان ده، او انا اللي مسؤول عن الشيء ده. check
check معناها يتحقق من أو يفحص. check. I'll check and let you know. I'll اللي هي I will، أنا سوف. check أتحقق. and و let بمعنى يدع أو يسمح. let you أدعك نو تعرف، يعني هتحقق وعرفك. I'll check and let you know، سأتحقق وأعلمك. child. child طفل، وجمع الكلمة دي جمع غير اعتيادي، بتجمع children. children يبقى child طفل، children أطفال، مش بتتجمع بإضافة حرف اس، يبقى child طفل، children أطفال. الجملة دي بنسمعها كتير من المراهقين، يقول لي I'm not a child anymore، أنا لم أعد طفلا. I'm not a child anymore، أنا خلاص كبرت يعني ما بقتش طفل. choice. choice معناها اختيار. choice. he had no other choice. he had no other choice. he هو had، كان لديه. no other choice طبعا choice قلنا اختيار، يعني هو لم يكن لديه اختيار آخر. he had no other choice، لم يكن أمامه اختيار آخر، يعني هو كان مضطر. he had no other choice. choose. choose ده الفعل يختار. choose. there is a lot to choose from. there is بنلاقيها كتير في جمل، معناها هناك أو يوجد. a lot الكثير. to choose from لكي تختار منه، يعني دخلت محل فقدامك تنوع من السلع تقدر تختار اللي يعجبك. there is a lot to choose from، هناك الكثير لتختار منه. church. church. church معناها كنيسة. church. tongue goes to church every Sunday. Tom goes يعني يذهب، to إلى church الكنيسة، every كل Sunday يوم الأحد. Tom goes to church every Sunday. يذهب توم إلى الكنيسة كل أحد. وهنا ما ينفعش أقول that church، لأنه هنا رايح يصلي. mosque. mosque تعني مسجد. mosque مسجد. mosque. we will go pray at the mosque. we نحن، will سوف، go نذهب، pray يصلي أو صلاة، يبقى go pray يذهب للصلاة. at the mosque في المسجد. we will go pray at the mosque. citizen. citizen تعني مواطن. citizen. Jack is a law abiding citizen. Jack is a law abiding citizen. law abiding يعني مطيع للقانون، وcitizen مواطن، يبقى جاك مواطن مطيع للقانون. law abiding citizen. city. city مدينة. city. Boston is a beautiful city. Boston مدينة بوسطن هي مدينة جميلة. beautiful كنا قلناها قبل كده، جميل، و city مدينة. Boston is a beautiful city.
civil. civil مدني أو متمدن. civil. وممكن تترجم بمعنى أهلي. يعني لو قلت civil war يبقى حرب أهلية داخل الدولة الواحدة. He fought for civil rights. He هو fought قاتل أو ناضل. fight الماضي بتاعها fought. for من أجل civil rights. civil rights الحقوق المدنية. He fought for civil rights. هو قاتل من أجل الحقوق المدنية. claim. claim يدعي أو ادعاء أو مطالبة. claim. he claimed to be the owner of the land. he claimed هو ادعى to be أنه يكون the owner. owner يعني مالك وذا يعني ال يبقى the owner المالك of لي the land الأرض. هو ادعى أنه مالك الأرض. he claimed to be the owner of the land. class. class تيجي بمعنى فئة أو صف. he was born into a middle class family. he was born into a middle class family. هو was born تعبير ده معناه ولد. لما باجي بتكلم عن الأسرة بقول into يعني ولد في. middle وسطى أو أوسط. middle class طبقة وسطى. middle class family. family يعني أسرة يبقى عائلة أو أسرة من الطبقة الوسطى. he was born into a middle class family. ولد في عائلة من الطبقة الوسطى. clear. clear بمعنى واضح. clear. have I made myself clear. have I made myself clear. have لما تيجي في الأول بمعنى هل. made يعني جعل. myself clear يعني أنا وضحت وجهة نظري. أنا وضحت نفسي. وضحت اللي أنا عايز أقوله. have I made myself clear. clear طبعا يعني واضح. وmyself نفسي. في تعبير كده اسمه crystal clear. طبعا crystal اللي هو الكريستال. بس احنا ما بنترجموش واضح كريستال. لا بنترجمه في اللغة العربية واضح وضوح الشمس. يبقى crystal clear. اما اقول it's crystal clear يعني انه واضح وضوح الشمس. clearly. clearly بوضوح. حال. clearly بوضوح. you are clearly lost. you are clearly lost. انت بوضوح ضعت او فقدت. ده لما حد يكون يعني عك الدنيا في حاجة وباظت منه فنقول له you are clearly lost. واحد بوظ شغله أو بوظ شيء فنقول you are clearly lost. أو أنت بالفعل تائه أو ضال. close. close تيجي بمعنى قريب. يعني لو صديق قريب مثلا أو يغلق لو كانت فعل. close. close. close the door please. close اغلق the door الباب. please من فضلك. لو سمحت اغلق الباب. hind is my close friend. hind بتكون صديقتي الحميمة او المقربة. close friend يعني صديق مقرب. coach. coach اللي هو مدرب. this is my coach. this is my coach. هذا يكون مدربي. my صفة ملكية متعلقة بي أنا. my coach يعني مدربي.
This is my coach. هذا مدربي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم قريبا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.